أحبتنا، أسعد الله مساءكم وأنتم تتابعوننا على شاشة نورسات الفضائية وعلى صفحة نورسات الأردن. مرحبا بكم مجددا في هذا الأربعاء المميز. إنه أربعاء مقدس، ففي العديد من مناطق هذه المنطقة بل وفي العالم هناك من يحتفلون بالأسبوع العظيم المقدس. جئناكم اليوم في يوم الأربعاء العظيم المقدس لنلقي ضوءا على القداسة. هذه القداسة هي قداسة الحجارة الحية، نأتيكم من عمان التي تطل صباح كل يوم وتنام على مرأى الشمس وهي تصل في غروبها خلف جبال القدس حيث القداسة. عندما نتحدث عن القداسة والأسبوع المقدس تقفز القدس إلى وجداننا. نحن معشر المسيحيين في أسبوع الآلام، أسبوع العظيم المقدس، نكون قد وصلنا إلى نهاية شوط الصيام. في الصيام المسيحيون تكون القدس حاضرة بآياتها الكتابية وبأحداثها وبجغرافيتها وبشخوص القداسة، وهم يتتبعون صاحب الصليب القدس، صاحب الآلام. نأتيكم في هذا المساء أيها الأحبة لكي نتحدث عن الحضور المسيحي المشرقي. نحن أبناء هذا المشرق، ولم نجد خيرا من طبيب جراح. جذوره من فلسطين المحتلة مرورا بجفنة، ولد في عمان وأحبها وأحب العمانيين وأحبه العمانيون. وأنه هذا الطبيب الذي ظل مسيحيا أرثوذكسيا وفيا أمينا، ها هو الدكتور عودي قواس، عضو مجلس الأعيان الأردني الذي كان نائبا في السابق، وهو عضو في اللجنة المركزية والتنفيذية في مجلس الكنائس العالمي. عندما نتحدث عن جنيف ومجلس الكنائس العالمي تقفز صورة ومواقف ضيفنا الذي نحب ونحترم، هذا الطبيب الجراح الملتزم بقضايا وطنه وكنيسته وبقضايا إنسانية. آت إلينا في هذا المساء بعد أن أمضى أياما في القدس الشريف، بالأمس عاد إلى عمان التي تحب القدس. مساء الخير سيدي. اهلا ابونا، اهلا وسهلا فيك. شكرا يا سيدي. ابونا انت دائما على راسنا. العفو يا سيدي. يعني قدمت اكثر مما استحق، وانا اقل شأنا مما كل ما ذكرت. العفو يا سيدي. بعدين انا لست فقط لكنيستي، اعمل لكل المسيحيه وخاص مسيحيه الشرق. انا افتخر باني ارثوذكسي، ولكني اعمل بالشكل المسكوني داعما لحلول جميع مشاكل هذا المشرق. في ارثوذكسيتك هذا الحب للمسكونيه، ويعني لا يمكن ان تستقيم المسكونيه بدون ارثوذكسيه. ويعني كم تبدو الارثوذكسيه جميله عندما تاخذ ابعادها المسكونيه، فانت تجسد هذا. وأنت قريب من كل الكنائس ومن الكنيسة الكاثوليكية، ويسجل لك سعادة ضيفنا أنك أنت كنت وراء من عملوا وتعبوا من أجل انضمام الكنيسة الكاثوليكية إلى مجلس كنائس الشرق الأوسط. أنت مشرقي. نعم. من حضن هذا المشرق تأتينا.
احكينا عن القدس مشوارك بالامس سي ابونا. اسمح لي بس قبل ذلك، كوننا نحن في الاردن واليوم عندنا خبر صار ممتاز، نعم، وهو نجاح عمليه سيد البلاد جلاله الملك عبد الله الثاني، فبالتالي صلواتنا قد استجابت بشفائه السريع وبنجاح هذه العملية، لأنه جميع كنائس الأردن وفلسطين كانت تصلي طيب. للعودة لنا بسلام. فبالتالي كما اسمح لي أبونا أن أشكر قناة سان نور سات، وأشكر أبونا الأخ العزيز الحبيب ليس فقط الأب الروحي ولكن بصماتك على الوضع المسيحي في الأردن وفي المشرق واضحة كل الوضوح، وبالتالي القدس يا سيدي تعاني، والقدس تعاني نتيجة التخاذل العربي، والقدس تعاني مع كل الدعم الأردني الذي تتلقاه ولكنها لا تزال تعاني. القدس تحت الاحتلال وتحت محاولة إنهاء الوجود المسيحي بأي شكل من الأشكال، ابتداء من الحجر وانتهاء في الإنسان. فبالتالي هذه المشاكل لن يستطيع لا الأردن ولا الفلسطينيين حلها ما لم يكن هناك حلول عربية قوية أولا، ودعم عالمي حول موضوع نشأة المسيحية، أول الإيمان المسيحي لهالمليارات المتواجدة في كل العالم. فبالتالي من لا يحترم ويدعم مسيحي الشرق مسيحي المشرق يجب أن يعلم بأنه في غضون سنوات قليلة إذا ما ظل الوضع على ما عليه للأسف سوف يندثر الوجود المسيحي لا سمح الله في القدس الشريف. عندما تذهب إلى القدس دكتور عودة وأنت تتردد كثير على القدس، نعم، والكثير من الجهد الذي تقوم به خلف الأضواء وخلف صفحات الإعلام والإعلان، أنت ترى هناك أزمة يواجهها المسيحيون، تحدي يواجهه المسيحيون في القدس، العدد عدد مسيحيين عم ترى، هل هناك هجرة تهجير؟ أين ترى ذلك؟ هل هو مبرمج؟ هل وجود المسيحي مستهدف؟ طبعا سيدي مستهدف، مستهدف إسرائيليا وهذا واضح للجميع. الهجرة القسرية يعني هم ما بيجوا بيطردوك ولكن بيضعوا جميع الصعاب بأنك تستطيع أن تعيش. أنت كان في القدس عندك بيت مساحته 100 متر وبدك تبني مثلا 50 متر عشان تزوج ابنك ما أعطوكش الرخصة، فبالتالي هذا وإذا بتعمر بهدموا لك البيت وإذا بتعمر بهدموا لك البيت، فبالتالي مجبور ابنك يخرج من القدس. القضية ليست قضية عددية، القضية قضية وجود أبونا، نعم، بما فيه حتى موضوع المراسيم الدينية، نعم، يعني واضح جدا إسلاميا ومسيحيا عشان نكون، نعم، واضحين، نعم، هي ليست تميز فقط ضد المسيحية ولكن أيضا ضد المسلمين إخواننا المسلمين، نعم. حاليا كنت في القدس أنا وكنت في مكتب غلطة البطريرك ثيوفيلس الثالث، نعم، عندما كان لديه موعد مع مسؤولين الشرطة في بلدية القدس، نعم، بهدف إيجاد تسوية لأعداد القليلة اللي بدهم يسمحوا إلها أن تدخل إلى القدس يوم سبت النور. طبعاً غبطة البطر تحديد أعداد وبيحطوا لك أربع حواجز، يعني اللي بده ينزل عشان يوصل الصلاة يوم سبت النور اللي هو أعظم يوم بعد نهاية الصوم الأربعين الطويل، نعم، فهمت علي، بالإيمان الأرثوذكسي والإيمان المسيحي، نعم، بيمنعوك أنك توصل. أنا منعت أكثر من مرة لأنه عندك حاجز باب الخليل وعندك حاجز باب جديد وبتدخل عندك حاجز قبل ما توصل البطرقية وعندك حاجز تاني في السوق القديم قبل ما تنزل إلى كنيسة القيامة وعندك حاجز من عند جهة الكنيسة الكاثوليكية، نعم، فبالتالي من الصعوبة بمكان. وبقول لك نحن انتو كبطرقية بدنا نعطيك 350 تصريح، اعطي لك شخصيات 350 تصريح الباقيين طبعا هم بيوزعوهم زي ما بدهم، ولكن البطرقية هل تستطيع ان تتوافق وتتنازل عن حق المسيحي بممارسة شعائر دينية؟ طبعا لا. كان موقف غلطة سيدنا واضح، انتو سووا اللي بدكم اياه ونحن نسوي اللي بدنا اياه، نحن لن نتساوم ولن نوقع على اي اتفاقية، نحن بدنا نقيم صلواتنا وبنطلب على مستوى العالمي
جميع المؤمنين اللي بيرغبوا حضور الصلاة الواجب عليكم أن تؤمنوا وصولهم وليس أن تمنعوا وصولهم إلى القدس الشريف. طبعا طلع بيان من سيدنا، حاولنا بكل جهدنا عالميا، ومجلس كنائس العالمي أكد لأنه موقفه ثابت حرية الوصول إلى الأماكن لممارسة الشعائر الدينية. هذه نقطة أساسية لا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال. فبالتالي من هذا المنطلق نحن نعاني بالقدس، وليس المعاناة فقط في هذا، المعاناة يومية سيدنا. المعاناة سيدنا وبالأخص في محاولات الاستيلاء على الأوقاف والعقارات بطرق ملتوية، إن كان هناك حتى أخطاء في بعض الإدارات الكنسية بيستغلوها للمصالح تبعتهم. حتى إذا ذهبت إلى المحاكم الإسرائيلية والتي هي أنا أخجل أقول محاكم إسرائيلية، ولكن هذا واقع معيشي، وجب على من يقيم بالقدس أن يسير في هذا المسار. فهي محاكم سياسية وليست محاكم قانونية. القضايا القرارات جميعها قرارات أمنية، قرارات سياسية سياسية أمنية لسه أخف وطأة. قرارات سياسية بهدف الاستيلاء على مداخل الحي المسيحي بالقدس، هذا واضح حتى بالاحتلال، والشرطة تسهل للمستوطنين بأنهم يوصلوا إلى ما يحققون. عندنا مشكلة دير مار يوحنا له سنوات، وعندنا مشكلة بدر الجديد اللي استولوه قبل حوالي فندق بدر الجديد قبل أسبوعين، والخطر قائم على البتر الكبير، والخطر قائم على الإمبيريال، والخطر قائم على كل الدكاكين والحواصل اللي بساحة عمر بن الخطاب. فبالتالي هذا لا يمكن لكنيسة منفردة ولا لمؤمنين منفردين ولا لأبناء القدس كافة الوقوف أمام هذا الوضع. من يجب أن يتحرك هو العالم أجمع، ولكن للأسف أبونا ما بدي أدخل بالسياسة معه. واضح المعالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية كيف يتعامل العالم بالمعايير المزدوجة، يعني تضييق الخناق على المسيحيين في فلسطين عامة وفي القدس. ألا يراه العالم الغربي؟ يعني يسجل على هذا العالم الغربي أنه هو مقصر، مع أنه قد يكون أقرب إلى المسيحية في ثقافته قبل أن تتلاشى هذه الثقافة. يعني خليني أكون جريء شوي. تفضل. طبعا نحن كمسيحيين المشرق متهمين من بعض المتطرفين بأنه نحن متعاونين مع مسيحي الغرب، وهذا بعيد كل البعد. مسيحي الغرب بحاربوا مسيحي الشرق، لأنه نحن الأساس، نحن ملح الأرض أبونا. فبالتالي هذا الاتهام مردود على من يوجهه لدينا. نحن مشتبكين مع مسيحيين الغرب نتيجة تعاملهم بمعايير مزدوجة، ولا نطالب فقط منهم بدعم المسيحيين دينيا لأن العقيدة واحدة، نحن نطالب منهم بدعمنا لأن نحن نخسر حقوق الإنسان اللي هم بيدافعوا عنها. وإلنا الشرف إنه من وضع مشرع حقوق الإنسان هو لبنان الأصل. فبالتالي من هنا نقول نحن من نعرف ما هي حقوق الإنسان الحقيقية ونتعامل معها بدون أن يكون هناك معايير مزدوجة. احنا لن نخرج من القدس اذا قلنا ان هناك تحديات تواجه الكنيسة المشرقية، ولكن اكثرها ايلاما ما تراه في القدس. صحيح. لانها هناك 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 الجغرافيا، وهناك اسبوع الالام، هناك الفداء والخلاص. لاشتباكك الايجابي مع هذه هذا التحرك المسكوني مع اتحاد مجلس الكنائس العالمي، ما هي التحديات اللي بيشوفها الدكتور عودي قواس المسيحي المنشغل بالشأن المشرقي؟ شو التحديات أهمها؟ في تحديات محاولة عدم إيصال الصورة الحقيقية لما يحصل في القدس إلى العالم الخارجي. نحن منذ عام، وأنا بكل شكل للشرف بتأسيس من خلال، لأنك ذكرت مجلس كنائس العالمي، بتأسيس من خلال مجلس كنائس العالمي مشروع بنسميه مشروع المؤازرة والمرافعة والمدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. مؤازرة، مرافعة، مدافعة. صحيح. وهناك لجنة
متخصصة في هذا الموضوع، نعم، تستدرج مسيحيين أوروبيين من كل أنحاء العالم، نعم، مش بس من أوروبا، من أمريكا، نعم، ومن إفريقيا، نعم، بهدف فقط النظر بشكل سلمي، النظر على حواجز الإسرائيلية، ماذا يعاني الشعب الفلسطيني مسيحيه ومسلميه عند ذهابه إلى عمله، الطلاب عند ذهابهم إلى مدارسهم، الموظفين عند عبورهم، ستات البيوت ماذا يعانون على الحواجز الإسرائيلية، وفقط عندما يعود بعد قضاء شهرين في فلسطين أو 3 شهور في فلسطين، وهذول متطوعين، نعم، يأتوا من كنائسهم ونحن نؤمن لهم المرافقين والحماية، نعم، والمعرفة وإيصال القصة الفلسطينية كما هي، كما هي حقيقتها، يبقوا طول هذه الفترة يعيشوا بين عائلات فلسطينية بالضفة الغربية، شهود عيان، شهود عيان، هذه الكلمة الصحيحة، نعم. وعندما يعودوا بيبدأوا ينشروا ما رأوه ليس هم محورا هم، نعم، إلى أبناء رعاياهم وإلى مؤمنيهم، نعم. وبالتالي هذا الموضوع أقلق إسرائيل كثير، أقلق إسرائيل لأنه بعد مرور سنوات أصبح لهذا البرنامج أهمية كبرى وأصبح يؤثر على السمعة السياسية لإسرائيل. نحن مع السلم وهذه إيماننا ومسيحيتنا، نعم، تلزمنا أن نكون مع السلم وضد الحرب وضد العنف، نعم، ولكن عندما ترى هذه المعاناة، نعم، تخرج عن إطار المبادئ التي تؤمن فيها حتى لو كانت تجاوزا لمبادئك الدينية، لأنه اللي بتشوفه على الأرض هو شيء لا يمكن أن يصدق ولا يمكن أن يقبل ولا يقبل ولا يقبل لا يقبل قطيعا. يعني كيف ترى موقف الكنائس في الغرب مع هذا الامتداد للسؤال الأول، مع الحالة؟ هناك بعض الكنائس اللي هي متقدمة حتى عن الكنائس العربية، أنا بعطيك لكل ذي حق حقه، نعم. أنا مثلا أول قرار لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية المصدرة والمصنعة من المستوطنات الغير شرعية المشيخية، هي كانت المشيخية الأمريكية، نعم نعم، كنيسة، نعم، المشيخية الأمريكية قبل، نعم، حوالي 10 سنوات، صحيح، أخذوا قرار باجتماع الهيئة العامة تبعهم، صحيح، ولحقها بعض الكنائس، وهناك ضغوطات كبيرة عليهم، نعم، للعدول عن هذا القرار، نعم. فهمت علي كيف؟ هناك كنائس ممتازة، هناك كنائس أو إدارات كنسية تحاول التوصل إلى اتفاقيات جانبية غير جماعية، وهذه ناتجة بكل صراحة، نحكي بصراحة ولا بلاش؟ بصراحة طبعاً، ونحكي بأنه هذول الكنائس بظنوا أنه إذا وقعوا اتفاقيات مع إسرائيل هذه الاتفاقيات ستعطيهم ميزات أو ستعطيهم حماية، ما بديش أذكر كنائس محددة بحداتها، ولكن هذا ما هو يحصل. يجب دعم الكنائس الوطنية، ومن المفروض جميع كنائسنا في القدس إنه هي كنائس وطنية. هل نحن كأبناء كنيسة مشرقية هل قصرنا؟ هل قمنا بواجبنا؟ هل قدمنا قضية الحضور المسيحي المشرقي؟ يعني أنا عندما يستغرب أخي المسيحي في الغرب أنه أنت عربي وتحكي عربي ومسيحي، أشعر بالأسى والخجل، مش لأنه ما بعرف فقط، لأنه أنا لم أحاول أن أوصل، أنا يعني أنا أتحدث عن هويتنا المسيحية العربية، وفي مواقف كثيرة كنا نقول لهم يا عمي اذهب إلى فصل أعمال الرسل، بتشوف موجودين العرب، بتحس انه احنا قصرنا دكتور؟ نحن قصرنا بالاعلام بالاخص، وقصرنا بالتواصل، يعني بدي اعطيك فكاهه صغيره. تفضل. انا في احدى الايام سئلت متى تحولت الى المسيحيه؟ فبالتالي تصور مدى عدم المعرفه من ابناء الدين الواحد لديانتهم اللي هي، نعم، نحن، نعم، الاصل في الديانة المسيحية يا أبونا. نعم. هلأ نحن كمان، نحن كمسيحيين مشرقيين قصرنا، مهما عملنا ظل الأزمة اللي موجودة نحن مقصرين، مهما قدمنا ومهما رحنا ومهما جينا ومهما كانت لنا مواقف نحن لا نزال مقصرين. كيف ترى العلاقة بين حالة الكنيسة، أنا أقول كنيسة المسيحية لأنه أنت مسكوني، نحن على الكنيسة، صحيح، هذا الحضور المسيحي، صحيح، للكنيسة والشهادة المسيحية،
كيف ترى العلاقة بين ما يعانيه هذا الحضور هناك وعلاقته مع الإقليم، مع المنطقة العربية في في في, في المشرق، يعني في الدول المحيطة بالقدس؟ إذا كان على المستوى الوجودي لا بأس فيه، إذا كان على المستوى الوجودي. نعم. إذا كان على المستوى النضالي لا، لأنه في عندنا بعض الدول اللي داير بدور القدس وأكناف القدس هناك قهر للمسيحيين، ونحن بدنا نحط النقاط على الحروف. نعم. فبالتالي وحتى لو كانت حالات فردية، نعم، كان يجب أن يكون من قبل الحكومات إجراءات أقوى، نعم، بالحفاظ على كينونة هذا الوجود الذي هو ليس وجود لا أقلية ولا طارئ ولا طارئ. نعم صحيح. نحن أبناء هذه الأرض، فبالتالي عندما يصنفوني بأنني أنا مسيحي، أو أنا دخلت إلى مجلس النواب لأني مسيحي، أو أنا اخترت لمجلس الأعيان لأني مسيحي، هذا الشيء بحز بنفسي. فهمت علي كيف؟ الديانة يجب أن لا تكون هي السبب بالوصول إلى أي مكان آخر. نعم. نحن أبناء هذا الوطن مشاكلنا متساوون. أيوة، مشاكلنا مشاكل واحدة، متساويين في الحقوق والواجبات، ويجب أن نكون وأن يكون لنا دور في هذا الموضوع، بغض النظر أنت آمنت بما أؤمن به أم لا تؤمن بما أؤمن به. نعم. فبالتالي أنا دائما بقول الدين لله والوطن للجميع، والوطن يتسع ويحب الجميع، وبالتالي نحن كمسيحيين مشرقيين من أول الناس اللي دعمنا القومية العربية، وكنا نحن الطلائع في صفوف هذه المقاومات، إن كانت ضد الدكتاتوريات أو ضد الظلم أو ضد أي استعمار أجنبي. فبالتالي هذا شرف نحن نحمله على أكتافنا، ويجب الاستمرار من أبنائنا وأحفادنا بنفس هذا المسار. ولكن للأسف هناك محاولات دائما غربية وبعدة طرق، منها ذكرتها حضرتك، الهجرة ومحاولة تسهيل لبعض المسيحيين اللي بعتبرهم أنا خونة، اللي بيهاجر نتيجة ظرف معين هذا موضوع ثاني. نعم. نتيجة ظرف عائلي هذا موضوع ثاني، إنما اللي بيهاجر نتيجة هروب وتسهيل من بعض الدول الأوروبية هذا مرفوض رفضا قاطعا، لأنه هذا بصب بالنهاية بالهدف الإسرائيلي بإخلاء المنطقة، اللي هو نحن من ننافسهم بديانتهم. نحن سيدنا المسيح موجود وقيامته موجودة. نعم. هم لا يزالوا ينتظروه، فنحن ما في عندنا خلاف إيماني مع المسلمين بمعنى الخلاف الإيماني. نعم. لأن ديانة مختلفة، خلافنا هو خلاف مسيحي يهودي. نعم. فبالتالي هذا الأساس الذي يجب أن نركز فيه نحن المسيحيين أبناء هذا المشرق. عندما نقول الوجود الحضور المسيحي المشرقي، نحن نقول القدس، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، لبنان، مصر. أين هذا الإقليم من التلاقي المسيحي؟ ضعيف، أنا بكل صراحة ضعيف. هل ترى ذلك يعني ضمن إطار وهيكلية مجلس الكنائس الشرق الأوسط يعني، أو نتحدث عن أبعد من ذلك؟ لا بديش أسمي مؤسسات. نعم. إنما ضمن العمل المسيحي المشترك، فلنخليها. نعم. بعموميتها. نعم. لا يوجد عمل مسيحي مشترك في هذا المنطقة. ويمكن حضرتك لما صار الاجتماع الهيئة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في الأردن حضرت. نعم. جزء. نعم. منه. نعم. وكانت في لأول مرة الأردن تدعم بشكل رسمي. صحيح. وتتكفل بكافتها لمحاولة إيجاد قوة عملاتية تستطيع أن تقرر عن مسيحي المشرق. نجحت لفترة زمنية محددة، ومن ثم خرج الإطار، وكأننا نعمل بشكل فرادة وليس بشكل مؤسسي قوي لهدف تقوية الوجود المسيحي وتقوية صوت المسيحيين. هل هو التأثير السياسي؟ هل هو القرار الكنائس منفردة؟ لا، التأثير السياسي له دور كبير. نعم. وهذا أحد الأسباب الرئيسية اللي الجهد الجماعي بتفتت. لا تستطيع أن تتوافق في دول، وفي بعض الأيام معذورين
لما تكون انت بدك ترخيص من دولة محددة او بدك نشاط محدد انت ملزم اذا لم تكن قوي. وللأسف لست انا من اقيم رؤساء كنائسنا ولكن للأسف لاني انا دائما توب له احترامه واجلاله. ولكن بشكل عام لم يعد لدينا رؤساء كنائس اقوياء مثل ما كان في التاريخ الماضي. وهذا له دور كبير في موضوع تفتت. وأرجو أنه هذه ما تنشطب من اللي قلته لأنه أنا هذا شيء أؤمن به. شيء أؤمن به. كل رئيس بني كنيسة بكون في له توجه منفصل سياسي بدون أن يكون هناك رؤية شمولية لوضع كل الدول اللي حضرتك ذكرتها. لا بدك تقول لي ان احنا العرب الحكومات مش متفقة. جاي بدك نحن المسيحيين نسوي يعني اريد ان اعود الى هذا الحضور المسيحي المشرقي الذي نريده اكثر بهاء. يعني عندما نتحدث عن دور العرب المسيحيين القومية العربية دور الكنائس المسيحية في هذا المشرق دورها الكبير في التعليم في الثقافة في الحفاظ على الـ على على الأصالة العربية أنت ترى أن هذه الهوية مهددة الهوية المسيحية المشرقية بسبب هذا التفتت؟ يعني لا أحد يستطيع أن يهدد الهوية ولكن تستطيع أن تقلص من وجودها. نعم نحن في مسار تخليص وجودها ولكي تقوية هذا الوجود يجب إشراك العلمانيين والشباب في هذا الموضوع. نحن في كافة إداراتنا الكنسية إذا بتلاحظ نعم بعض الكنائس القليلة جدا نعم. اللي في عندها مجالس علمانية تقتصر فقط على رجال الدين. احترامنا وتقديرنا كبير جدا للخدمة اللي بيقوموا فيها ولكن أيضا يجب أن تسمع رأي الشباب في هذا الموضوع. يعني هنا أنت فتحت لي نافذة على السينودوس الأساقفة. نعم. الذي يعني يأتي من كفكرة رائعة وجميلة ومشروع روحي. صحيح. من الفاتيكان حول شركة ومشاركة ورسالة. نعم. لو تضيء لنا قليلا على هذا العنوان شركة مشاركة رسالة يعني أين علاقة العلماني مع الـ يعني بدأت الكنيسة الكاثوليكية في العمل ولكن عاود تعثر من وجهة نظري على أيام سيدنا الله يزيد أيامه سفير. نعم. حصل مجمع رائع جدا وشارك الكاثوليكيين علمانيين فيه وانبثق لجان أيضا ولكن بعد فترة سنة أو سنتين عاود تميع الموضوع. إذا كان يجب أن يكون هناك جمع عمل مستمر متابع وبشكل دوري وليس مرة كل 10 سنوات. الآن دكتور هناك في حركة تجديد في الكنيسة الكاثوليكية جمعاء في العالم تهيئة لسينود الأساقفة في 2023. ممتاز. وهذه تتحدث عنوانها بعد كم من سنة صار أبونا القديم قديش صار يعني الآن بأوائل الألفية يمكن سنة 2000 صار. نعم الآن أيوة. الآن عم نتحدث بال 2023 بعد 20 سنة حسابات كامل 20 سنة بعد السينودوس هو اللي صار. فهي اللي بحكي فيها الأرثوذكس على سبيل المثال. أنا سوي واحد كان في سيندوس تبع الشباب الأرثوذكسي. نعم. اضمحل. فهمت علي؟ فهو يعني القضية قضية غير مبرمجة وبتجي بطريقة فزعات فقط. نحن ما بدنا طريقة فزعة. بدنا شيء. أنت في عندك كل 4 سنوات على سبيل المثال سيندوس يشارك العلمانيون فيعطوا رأيه ويضعوا الاستراتيجيات المستقبلية نعم. لتقوية نعم. هذا الوجود بدون التدخل في الموضوع اللاهوتي. صحيح. الموضوع اللاهوتي يجب أن يبقى خارج إطار بالضبط. نعم. يجب أن يبقى خارج صحيح. إطار مثل هكذا اجتماعات ولكن شاركوا هالشباب وهالعلمانيين نعم. على الأقل بإعطاء رؤية نعم. عن آلية تقوية الوجود المسيحي وعدم اندثاره. هو يعني أهم
أهم ما في هذا السينودوس الذي نتحدث عنه هو الإصغاء للعلمانيين. حلو. إصغاء لأبناء الكنيسة. وإحنا يمكن في هذا المشرق بحاجة أن نصغي لأبناء الكنيسة. وكيف ترى البعد المسكوني كيف يمكن أن يستفيد من هذه المبادرة؟ أنا أتمنى هذا السينود الذي سيصير بال23 أن يكون من أحد الأدوات الضاغطة على الفاتيكان. هي مبادرة فاتيكانية؟ لا أنت بتسألني عن العلاقة المسكونية. نعم. أنا أتمنى أن يضغط بقرارات من هذا المجمع على الفاتيكان بالدخول في الحياة المسكونية. الفاتيكان خارج الحياة المسكونية العالمية. هلا هم سمحوا بجنيف يعني. ايوه هم سمحوا للشرق الاوسط بالدخول في مجلس كنائس الشرق الاوسط. نعم. وسمحوا في مجالس كنائس محليه. نعم. افريقيا وما افريقيا، انما بمجلس كنائس العالمي لا يزال الفاتيكان مراقب وليس عضو، علما بانه استضفنا قبل حوالي سنه. نعم. البابا الفاتيكان في مقر جنيف وكان. نعم. لقاء رائع جدا تمهيدا لانه يعرفوا النشاطات اللي موجودين فينا، بس نحن عندنا 2 مندوبين للفاتيكان بيحضروا كامل اجتماعات الجوفرنينج بورد، الجهات. نعم. اللي بتقود العمل المسكوني في العالم. نعم. هلا عندنا هيئه عامه في المانيا راح تكون في اللي هي الهيئه العامه 11. نعم. اتمنى هلا بطل في وقت انه. نعم. من خلالها يتخذ قرار بانضمام العائله الكاثوليكيه، لانه مش العائله، الكنائس الكاثوليكيه. نعم. نعم. لأنه تنظيم مجلس كنائس العالمي يختلف عن تنظيم مجلس كنائس الشرق الأوسط. تنظيم مجلس كنائس العالمي عضوية كنائس فردية وليست عائلات كنسية. نعم. بينما مش زي بينما مجلس كنائس الشرق الأوسط 4 عائلات كنسية توزع. نعم. المقاعد بالتساوي فيما بينها، ويمكن هذه إحدى المشاكل اللي الفاتيكان خارج هذا الإطار، لأنه إذا دخلت كنائس كاثوليكية وكانت عددها أقل من الكنائس البروتستانتية الإنجيلية. نعم. معناته بيصير في مشكلة زي ما كان عندنا مشكلة مع الكنائس الأرثوذكسية. نعم. اللي هي فقط 25% من مجموع كنائس الأعضاء في مجلس كنائس العالمي. نعم. ولكن توافقنا أنه لا في التصويتات وفي القرارات يوجد هناك التوافق ولا يوجد هناك التصويت. فبالتالي تم إلغاء ليكونوا واحدا. برافو برافو. فأتمنى أن مؤتمر 23 أن يطرح هذا الموضوع وأن تشارك الكنائس الكاثوليكية في العالم. هو في الباب مفتوح الآن، فتحت الكنيسة أبوابها إلى كافة يعني الكنائس وكافة الكنائس الشقيقة. وحنا نتحدث عن الوحدة المسيحية، هل ترى أو كيف ترى وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المدارس المسيحية في تعزيز هذه الروح، روح الوحدة؟ بكل صراحة أقول. نعم. نحن مدارسنا ليست مدارس مسيحية، هي مدارس وطنية، عشان نحط النقاط على الحروف. نعم. وأنا إلي الشرف بأنه أعيد تنظيم المدارس الأرثوذكسية في الضفة الغربية بعد ما استقر الوضع في الأردن، فبالتالي لا أقبل بأن يطلق على هذه المدارس بأنها مدارس مسيحية. آه. ليس بسبب أنه أكثر من 50% من إخواننا المسلمين هم. نعم. وهذه ميزة، وهذا بقوي الوجود المسيحي والحضور المسيحي، لأنه أنا بخرج مجموعة من الفتيات والشباب يستطيعوا العيش المشترك. صحيح. والتشارك في الحياة. صحيح. مستقبلا. صحيح. بدون أي ضوابط. فأنا لا أرى بأن المدارس التابعة لكنائس، خلينا. نعم. نسميها. نعم. هيك. نعم. كنائس الوطنية المملوكة لكنائس تستطيع أن تقدم أي شيء في العمل للأسف. يعني نعم بدأنا أن نتقدم في قضية المنهاج الدراسي، المنهاج المسيحي أصبح نوعا ما في الأردن وفلسطين منهاج مشترك. نعم. في أكثرية المدارس بتوافق من لجنة تمت بين جميع الكنائس، أخذ جزءا من المنهاج السوري وعدل عليه بما يتأقلم مع الثقافة السورية الفلسطينية والأردنية. وآخر مرة أنا جبت لهم على PDF على الكمبيوتر المناهج لكي أيضا الأردن تنقحه وتعطي وجهة نظرها فيها، لأنه في فلسطين وهي من دول القليلة
اللي أدخلت المنهاج المسيحي في المدارس الحكومية. نعم مفهوم. نعم ليس فقط ذلك، هي ألزمت طلاب التوجيه الثانوية العامة أن يقدموه كمادة مثله مثل الدين الإسلامي، فبالتالي ما في ميزة للطالب المسيحي في فلسطين أنه بيتقسم معدله على 8 بينما زميله المسلم بيتقسم معدله على 9. فبالتالي الديانة المسيحية هي أحد المناهج. نحن عندنا هاي الميزة من أيام سيدنا الله يرحمه الملك حسين. نعم نعم صحيح. ولكن نتيجة وجود العدد القليل، وهذا ليس دفاع، لأنه أنا وأنا نائب كنت أطالب بإعادة هذه الفكرة، وأنه يجب أن المدارس المسيحية الحكومية أن تعلم الدين المسيحي مثل من المدارس المسيحية المدارس التابعة للكنائس تعلم الدين الإسلامي. نعم. فبالتالي لغاية هلا لم يتحقق ذلك. نعم. نتأمل أن يتحقق. هو في عائق طبعا، أنت يعني مستحيل تجيب طالب بدك حوالي 4 أساتذة على الأقل للمراحل المختلفة، يمكن في المدرسة الحكومية ما نكونش في 20 طالب مسيحي. نعم. فبالتالي القضية ليست قضية عملية، مش عملية. نعم كنا نقول بركي صارت خارج ساعات الدوام. نعم. يتجمعوا في المنطقة مثلا. نعم. في 10 مدارس يتجمعوا كل الطلبة وينعطوا. نعم. يعني دائما يوجد هناك آلية إذا كانت النية الصادقة موجودة. أرجع لسؤالك، قبل المدارس فليتفقوا رؤساء الكنائس والكهنة واللاهوتيين على الوحدة الكنسية إن شاء الله. أنا عانيت أنا ولاد أزال أعاني من محاولة التوافق حول الصلاة الربانية أن يكون هناك نص موحد، وحتى بعدما صدر هذا النص. نعم. لم يلتزم فيه جميع الكنائس. فبالتالي سؤال كتير كبير، لست أنا المختص بوضع النقاط على الحروف ما هي أوجه الخلاف. الإيمان واحد، الدين واحد، ولكن الانشقاقات كثيرة ولا نزال نراها للأسف حتى على مستوى أرثوذكسي. طلعت لنا كنيسة جديدة بروتستانتية أرثوذكسية في أمريكا بقول إنه أنا كنيسة البطريركية القدس. فبالتالي للأسف ولكن لحسن حظنا إنه في الأردن هذا الموضوع مضبوط والانشقاقات مضبوطة. يعني بتشوف أنت بالكنيسة البروتستانتية 2 قساوسة بيختلفوا مع بعض، كل واحد يسوي كنيسة منفردة بدون أن يكون له مرجعية دينية. نعم. وهذا نحن المؤيدين لإيقاف هذه المهزلة. أنت ذكرت الأردن والمواقف الأردنية، كيف ترى يعني المواقف الأردنية تجاه الكنيسة؟ كنيسة مؤسسة وطنية. الكنيسة مؤسسة وطنية بتعمل، بالأخص الكنيسة الأرثوذكسية تعمل ضمن قانون رقم 27 لعام 58، منذ 58 مشرعة. نعم. هناك قوانين أردنية صادرة لمجالس الطوائف المسيحية، هناك أنظمة تحدد التعامل مع وكيفية تعيين لجان الكنائس. الأردن لحسن حظنا من الدول المنفتحة بشكل كام، واللي بقدر أقول إنه جميع المسيحيين في الأردن ماخذين كامل حقوقهم في هذا الموضوع. هلا في بعض الأصوات ويجب أن نقولها في قضية موضوع، يعني ما بشوف في هناك تمييز بناء على الدين. ماشي الحال، هلا عندنا مشكلة ولازم نقولها بما أنه نحن في الصوم الكبير. نعم. وهي موضوع الاعتراف بعيد الكبير كعيد. نعم. رسمي. نعم. أنا برضو قدمت كتاب وأنا نائب أنه يجب اعتماده، ما يكونش فقط هو عطلة فقط للمسيحيين. نعم. اليوم دولة رئيس الوزراء أصدر بيان أنه بعيدوا أحد الشعانين المسيحيين، وبعيدوا يوم الأحد ويوم الاثنين البعوث. نعم. أيضا. نعم. المسيحيين هناك مطالبات من الجميع بأن يكون مثل ما هو عيد الميلاد عيد رسمي حكومي. نعم. وتغلق كافة المؤسسات الحكومية. نعم. بظن أنه هنا الخلاف خلاف عقائدي وليس خلاف نتيجة محاولة تهميش المسيحيين الموجودين، ولكن مجرد أنه أعطوا مجال للمسيحيين أنهم يكون عندهم عطلة رسمية هو اعتراف بهذا العيد بأنه هو من أحد الأعياد المقدسة لدينا. نعم. ونتأمل أنه في المستقبل أنه يمشي. برجع بقول أبونا، المعاملة الأردنية الرسمية
لا تعتمد ولا بأي شكل من الأشكال على الدين المعروفة. صحيح. تعتمد نعم. على الانتماء أو على الإخلاص لهذا الوطن. صحيح. نعم. فبالتالي يجب نعم. أن نكون واضحين في هذا الموضوع، وهو من النادر أن ترى في بلدان عربية أن يكون مثل ذلك. هذه شهادة الطبيب، الدكتور، الجراح، الناشط، المسيحي، المواطن، والرجل السياسي. أنت يعني هذا الواقع اللي أنا نعم. عايش فيه. بارك الله هذا فيك. الواقع اللي أنا عايش فيه. يعني في أي دولة من الدول ترى مسيحي بترشح مجلة العمل الإسلامي للانتخابات النيابية؟ أنت بدون أي مضايقات بغض النظر. أخذتني على هذا الموضوع. جاوبني، شو اللي يعني كيف تجربتك هذه في الترشح؟ أنا تجربة مع جبهة العمل الإسلامي تجربة ناجحة، وهي ليس بهدف الفوز، هي بهدف إثبات أولا حيادية جبهة العمل الإسلامي في الأردن، يعني بحياديتها باعتدالها، لأنه لو هم متطرفين ما بيجوا بحطوا واحد مسيحي مرشح ضمن قوائمهم، واحد. واثنين، محاولة إيجاد آلية عمل مشترك لما هو مصلحة الوطن. فبالتالي لم يكن على سبيل المثال في البدايات نعم. فهمت علي كيف؟ هناك المسيحيين هم اللي اعترضوا أكثر من المضايقات الحكومية، عشان أكون واضح في هذا الموضوع نعم. ولكن الحمد لله الأمور ماشية، وبقيت العلاقة وطيدة مع كل المسيحيين، مش بس مع عودة خواس نعم. يعني هم منفتحين عندما حزب إسلامي بدعي أنه هو حزب إسلامي يعتمد الحياة والدولة المدنية. هذا بالنسبة لي إنجاز، لأنه أنا بكرس كان في مجموعة زي بعض المسلمين المتطرفين بدهم إياها دولة تحكم ليس بالدستور المتوافق عليه بل بالشريعة الإسلامية، بصير في عنا أزمة، بصير في عنا مشكلة. نعم. نعم. فبالتالي أنا ما دمنا متوافقين على دستور الدولة نعم. وما دمنا متوافقين على نظام الحكم نعم. كافة الاختلافات السياسية الأخرى هي اختلافات فرعية وليست جوهرية. كيف ترى يعني دورك في مجلس الأعيان الآن؟ أنت في لجنة التربية والتعليم والصحة نعم. والحريات العامة. والحريات العامة. أنا في ثلاث لجان نعم. يعني هو عبارة عن مجلس خبرة، وبتزيد خبراتنا نحن في هذا الموضوع، وبالأخص هدف وجودنا هو تكملة الحياة البرلمانية ومحاولة تجويد التشريع. تجويد التشريع. نحن فقط لهذا السبب موجودين، وكسمام أمان للبقاء على هذه الآلية وعلى هذا التوافق الدستوري فيما بين أبناء هذا الوطن. فنحن لسنا مناكفين لإخواننا وزملائنا أعضاء مجلس النواب، نحن مكملين لبعضنا البعض. ومن هذا الموضوع علاقتنا الغرفة الأولى والغرفة الثانية، مجلس النواب ومجلس الأعيان، هو مجلس الأمة، تشاركية هو مجلس الأمة فيه. ونحن نتبع الرسالات الملكية السامية والخطاب الملكي الذي يحدد السياسات العامة. نتأمل بأن التغييرات السياسية اللي حصلت الشهر الماضي واللي قبله في قضية الإصلاح السياسي، بديش أقول تحديث، الإصلاح السياسي الحقيقي في قانون الانتخاب، قانون الأحزاب، وفي بعض مواد الدستور، أن تصلنا إلى حياة أكثر ديمقراطية مما نحن فيه الآن. هذا النفس اللي بتحكي فيه نفس وطني ونفس بعمق يتحدث عن هذا الوطن. كونك راجع من القدس وإحنا الآن على الساحة الأردنية، من داخل هذا المشهد الأردني، لما بتروح على القدس وبتشوف كنيسة القيامة والترميم الهاشمي، إيش بتبادر لذهنك؟ أنا طلعت بوست على الموضوع هذا يعني نعم. هو ليس فقط الترميم الهاشمي، صار هو صار كمان في القبر المقدس صحيح. وافتتح هذا بمجهود كبير نعم. هو إثبات لكل ما قلنا سيد، هو مثل ما رمم المسجد الأقصى المبارك، ومثل ما أنا شفت هلأ الجمعة هاي 80,000 مصلي في أول جمعة من رمضان استطاعوا أن يصلوا إلى القدس، ومثل ما شفت معاناة كمان 80,000 منعوا من الدخول، وبالأخص أهالي جنين على سبيل المثال نعم. لأنه هويته مكتوب على جنين نتيجة العملية اللي صارت نعم. بغض النظر عن موقفنا من العمليات اللي بتأدي إلى العنف والقتل نعم. اللي هي ليس من حقنا أن نتدخل في هذا الموضوع. أنا بقول أنه في شعبنا في خير، شعبنا في خير. هلا موضوع الإصلاح الهاشمي
وتبرع سيدنا جلالة الملك عبد الله في قيمة الجائزة التي التي نالها لإصلاح أرضية كنيسة القيامة، هذا شيء جدا مبهر. وين وصل المشروع الآن؟ بمشي ببطء، لأنه ما أنت عارف صعب السكر الكنيسة بالأخص بهذه الأيام. نعم أيوة. وفي صعوبة في مكان، هل هناك يجب تبديل كافة البلاط؟ والناس بتتأثر على البلاط اللي عمالها بتنقام، بدها ترجع محلها ولا بدهم يخدوها يحطوها تذكار عندهم؟ في ناس قال مشان الله دكتور بدنا بس شقفة من بلاطة من البلاطات، لأنه الإيمال تبركا. فبالتالي هذا المشروع راح يمشي بس ببطء ببطء، لأنه مش راح يكون في إغلاق كامل للكنيسة، راح يكون إغلاقات جزئية. وبالتالي بنتأمل، وفي زيارات قادمة أنا كل شهر تقريبا بروح في زي، وعلى فكرة أنا بروح لأنه معي جواز أوروبي، ولا عدا عن ذلك لم أكن سأستطيع أن أزور القدس بهذه شو اسمه. هناك تسهيلات في الواقع، تسهيلات لأنه كنيستي معتبرتني ومعطيتني إقامة من خلال الكنيسة في هذا الموضوع. نعم. فبالتالي هذا السبب أنه أنا بروح، وليس من منطلق التطبيع، عشان نكون واضحين أمام إخواننا اللبنانيين. نعم. فنحن ضد أي تطبيع، إن كان طبي أو سياسي أو شيء. بس أنت مع أن يحج المسيحيون والمسلمون إلى يعني ويزوروا القدس؟ أنا مع زيارة كافة مسيحيين العالم بما فيه العرب للقدس، لأنه هذا دعم لأبناء القدس ودعم لصمودهم لما شفوك أردني. نعم. حيهم النشامة. نعم. فهمت علي كيف؟ نعم. أهلا وسهلا، سلمونا على الأردن. صحيح. مشان الله تعالى شوفونا. نعم. بأخذ روح فينا أبونا. نعم. فهذا ليس قضية تطبيع، نحن عندنا فنادق أصلا. نعم. وعند حركة تجارية بالقدس. نعم. القدس الشرقية، مع أنه ما بحب أستعمل وأفصلها شرقية وغربية. نعم. بس القدس الشرقية كلها عرب، متاجرها وفنادقها ومطاعمها. فبالتالي هدول الناس كيف بدهم يعيشوا؟ بدهم هلا بيعيشوا اهل الضفه الغربيه، ممنوع يوصلوهم الا بالتصريح، اللي بيقدروا يوصلوهم عرب، ما يطلق عليهم عرب ال 48. هل الكنيسه تساعد ابنائها هناك في الضائقه الماليه والاقتصاديه؟ يعني المشاريع الانسانيه موجوده. موجوده نعم. ولكن عندنا مشكله بتمويل الكنائس. نحن موضوع الكوفيد أغلق السياحة لمدة سنتين. نعم. والإيراد الأساسي، نحن ما في عندنا مشاريع للأسف. نعم. ما عندنا مشاريع كأرثوذكس بحكي. نعم. ما عندنا مشاريع استثمارية تدر دخل. نتمنى أن يكون هناك مشاريع استثمارية تدر دخل. نعم. ما بنأخذ مساعدات من العالم ومن دول العالم، مساعدات حكومية نادرة الوصول. إيرادات البطركية. إيرادات البطركية. مصاريف البطركية عالية جدا، بين رواتب وكهرباء ومي وتليفونات وضرائب ودفع ضرائب عن ناس نحن مأجرينهم عشان ما يستولوش إسرائيل عليه. فندق البطرة. نعم. أبونا أكثر من 3 مليون دولار صارت البطرقية دافعة لكي يبقى عائلة الدجاني مملوكة فيه، لأنه فندق مغلق، يعني الحركة عليه كثير خفيفة. نعم. ما بيقدر يدفع ما يطلق عليه الأرنونة. فهمت علي كيف؟ فالبطرقية بتدفع عنه الأرنونة، مش تأخذ منه إيجار، بتدفع عنه الأرنونة عشان ما يصير في قضايا إسرائيلية للإخلاء. إذن هذا دور مبارك وطيب، إنه الكنيسة عم بتثبت أوقافها وأبلاكها وبتثبت حضور أبنائها بالإدارة الكنسية الحالية. نعم. نعم. عشان كمان أعطي كل حق ذي حقه. نعم. لأنه أنا في الماضي كان لي موقف ضد بطرك قديم، أسيء التصرف من قبل مندوبينه. فهمت علي كيف؟ نعم. بهذا الموضوع. وكيف العلاقة بين الكنائس المسيحية في القدس في 13 كنيسة؟ مع وجود سيدنا البطرك ثيوفيلس الثالث تغيرت كافة الآلية، وعندهم اجتماع شهري منتظم في مقر بطركية الروم الأرثوذكس، ويحافظوا على الستاتيسيكو بكل حذافيره. فبالتالي العلاقة علاقة مميزة، وما في عمل فردي. وكيف العمل العلاقة المسيحية الإسلامية المؤسسات الكنسية مؤسسات الإسلامية الوقفية؟ علاقة ممتازة. والأوقاف الفلسطينية والأردنية اللي في القدس. نعم. اللي مسؤولة عن الأوقاف الفلسطينية. نعم. في ناكد. نعم. معاملتهم معاملة جيدة وممتازة، ودائما بيصير في توافق عليها، وإيش في يتعاونوا معهم للهدف تقوية الوجود العربي هنا. نعم. مش الوجود المسيحي، الوجود العربي. نعم. وبقاء كاف القدس حسب ما كانت قبل حرب 67 هو العنوان الأساس في هذه المعاملة والتعامل.
شو رسالتك لمشاهدينا عبر برنامج عيون على المشرق؟ رسالتك وأنت يعني قريب من القدس ومن قضية هذا الحضور المشرقي إلى جميع أبناء العالم، وبالأخص إلى إخواننا العرب، وبالأخص الأخص إلى إخواننا الخليجيين. نعم. دعم المؤسسات العربية في القدس هو العنوان الذي يجب أن يكون أكبر. نعم، هناك احتياجات في غزة، وهناك احتياجات في الضفة، وهناك، ولكن القدس هي العنوان. نحن في عندنا مدارس تابعة لكنائس سوف تغلق داخل الأسوار، الأهالي ما بيقدروا يدفعوا أقساط، يجب دعمهم هؤلاء الناس لكي يستطيعوا أن يستمروا. هم عنواننا لكي لا تستولي إسرائيل على كامل القدس بما فيها الأماكن المقدسة. ونحن شايفين حاليا في رمضان، وشايفين المتطرفين اليهود أبونا. نعم. فيما يخص موضوع القربان ومحاولة تنفيذه في الأقصى، إذا لا يريد أن يدعموا مؤسسة مسيحية فليدعموا مؤسسة إسلامية. نحن لا نفرق بآلية الدعم، ولكن يجب أن يدعموا. لو كان في عندك أنت بجد، أنا بأكد على مستوى 50 مليون فقط لدعم القدس فقط، ويجوا هم يشرفوا بعدها المليارات اللي عملها بتنكب شمال ويمين، لكنا نحن في أفضل حال من أي شيء. نعم. ما هي المضرة أن تبقى كنائس القدس التابع لكنائس مجانا، ويدفع رواتب، بدناش مصاري، يدفع رواتب الموظفين من قبل إحدى دول الخليج. نعم. ماذا يمنع ذلك؟ نحن من هذا المنبر يعني نتوجه إلى كل الخيرين أن يتذكروا أهلهم وإخوتهم الذين يعانون، وهناك تحديات كبيرة اقتصادية وسياسية وأمنية وحياتية وإنسانية. نتأمل، لأنهم يستحقون الدعم. أتحفتنا بهذه الحلقة يا سيدي أبونا، أنت اللي أتحفتنا في هذا الحلقة، نور سات اللي فتحت هذا المجال وهذه النافذة الإعلامية، واللي نتمنى. أنا التقيت في مندوبة نور سات في بيت لحم في إحدى المرات اللي كنت بزورها. نعم. ولكن نريد من نور سات أن تسلط ضوء أكثر على المشاكل والمعاناة اللي بيعانوها أبناء القدس بمسلميهم ومسيحيهم، بهدف إيجاد والابتعاد لكل القنوات الثانية. نعم. عن التركيز السياسي والتركيز الاجتماعي، وهذا ليس كطلب إنه نحن سيبونا من السلام خلينا نمشي في الموضوع الاقتصادي، لا. نعم. أنا ضد هذا الأسلوب بالحل. أسلوب حل الدولتين هو بالنسبة لي هو الأسلوب الأفضل. نعم. وإذا لم ينجح تطبيق قرارات الشرعية الدولية. نعم. بما يخص موضوع القدس وكافة الأراضي التي احتلت في عام 76. فبالتالي موقف السياسي أبونا أنا واضح. نعم. واضح. وضد أي لف ودوران بما فيه وبكل صراحة بعض مواقف السلطة الفلسطينية في آلية الحل. نحن أيضا شعبنا، خليني بس أبونا هنا أحكي، أيضا شعبنا يعاني، وهذه المعاناة جزء منها من قبل أبناء نفس الشعب. نسأل المعلم الإلهي الذي دخل القدس آتيا باسم الرب، وهناك تألم، وهناك صلب، وهناك مات وقبر وقام، نسأله أن يعزز روح السلام عند بني البشر، وخاصة في مدينة السلام. أحبتنا، طوفنا معكم في هذا المساء مع ضيفنا سعادة العين الدكتور عود قواس، الناشط المسيحي، الناشط الوطني، الناشط السياسي، والناشط في كثير من المجالات. نقول له شكرا دكتور على أنك رافقتنا ولبيت دعوتنا، ونتمنى لكل أهلنا في القدس الذين نحبهم والذين نقف معهم من عمان، نرسل لهم التحية، لهم ولكم أيها الإخوة في أرجاء هذا الإقليم
إقليم المشرق، حيث ينبغي أن يبقى هذا الحضور المسيحي المشرقي بهياً وضاءً. لا جمال في هذا المشرق بدون المسيحية التي عاشت إلى جانب إخوتنا المسلمين، لتسجل أن هذا المشرق بهاؤه في المحبة التي تجمعنا، وهي المحبة التي نحاول أن نرسلها من خلال هذا البرنامج عين على المشرق. دمتم وإلى لقاء في حلقة قادمة، متمنيا لكم عيدا فصحيا قياميا مباركا، ولأحبتنا في الأردن الحبيب الذين توحدوا في أعيادهم وسجلوا سابقة طيبة، نقول لهم نتمنى لكم أحد شعانين يوم الأحد القادم، أحد شعانين مبارك وأسبوع آلاء مبارك. حتى ذلك الحين دمتم بخير وإلى اللقاء. إلى اللقاء. الله يعطيك العافية. الله يعافيك سيدي.